If a car generates 18 horsepower when traveling at steady speed ومديني السرعة 95 أقسمها على 3.6 عشان يديني السرعة بالمتر بير سكند 26.4 متر بير سكند. مديني السرعة ومديني الباور وطالب مني الفورس exerted on the car due to friction and air resistance. هو طبعا الباور نتيجة الموتور، لكن طالما steady speed يبقى الفورس يساوي الفريكشن فورس، يعني سيجما الاف تساوي صفر. طالما steady acceleration بصفر يطلع ان الاف minus fr يساوي صفر، يعني الاف يساوي fr. فلو جبت اي واحدة يمشي حالها. طب هو الباور بيساوي الاف ضرب في. الباور بكام؟ 18 × 746 عشان احولها لوات، والسرعة اهي، يبقى الاف تساوي fr بتساوي 18 × 746 تقسيم الانسر اللي من شوية. طلعت الاف او الاف ار 509 نيوتن. طبعا بيبذل الموتور القوة دي والفريكشن عكسها، فماشي بستدي سبيد.